أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من المشهد، تأتيكم عبر قناة المغربية من لندن. أهلا بكم. أهلا بكم. أعلنت فرنسا تشديد شروط منح التأشيرة لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أكد أن القرار غير مسبوق لكنه ضروري لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعاياها الذين لا يمكنهم البقاء في فرنسا. وأكد أن مواقف الدول الثلاث تبطئ فعالية عملية الترحيل من الأراضي الفرنسية. وأشار المتحدث إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء الفرنسي إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة لكنها لم تأتي بنتيجة وفق قوله. رد فعل الدول الثلاث كان متفاوتا، ففي الوقت الذي استدعت فيه الجزائر السفير الفرنسي لديها احتجاجا على القرار، وصفه وزير الخارجية المغربي بغير المبرر وغير الملائم، لكن تونس لم يصدر عنها رسميا أي رد لحد الآن. توقيت القرار له علاقة بالانتخابات الفرنسية القريبة في نظر مراقبين، وهو ما يطرح السؤال عن توظيف ورقة المهاجرين من جديد في الحملة الانتخابية ومدى تأثير ذلك على حقوقهم كأقليات. الحديث على هذا الموضوع معي من فرنسا دكتور فرانسوا دوروش، رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود. مرحبا بك دكتور فرانسوا، شكرا جزيلا لقبول المشاركة معنا. كذلك الدكتور كميل الساري، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في سوربون بباريس، شكرا لك دكتور كميل ومرحبا بك. ودكتور نور الدين أوساط، الأستاذ الجامعي معي من باريس. دكتور نور الدين مرحبا بك وشكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. دكتور فرانسوا أبدأ معك، ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار الفرنسي؟ هل هي كما ذكرت الحكومة عدم قدرتها على ترحيل المقيمين غير القانونيين في دولها في على أراضيها من هذه الدول الثلاث، أم له خلفيات وأسباب أخرى؟ السلام عليكم وعلى مشاهديكم الكرام وعلى ضيوفكم الكرام. أنا أعتقد أن هذا التصريح وهذا القرار يدخل في باب الاستهلاك الإعلامي الداخلي الفرنسي أكثر ممن يدخل من باب القرارات السياسية المهمة. فكما تعلمون فإن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على الأبواب، وأهم مواضيعها ستكون ماذا؟ ستكون الإسلام، الهجرة، الأمن، الحجاب، كيف يذبح المسلمون خروف العيد. فلا بد إذن من الآن إرسال رسائل إعلامية تهدف إلى إخبار الناخب الفرنسي أو أن الحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون لهم واقف متشددة حيال الهجرة، كانت نظامية أو غير نظامية. فكما تعلمون إن جائحة كورونا مثلا قد قلصت بشكل كبير التنقلات بين الدول، فبالتالي إن تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة إلى النصف بالنسبة لدول شمال أفريقيا في الوقت الراهن لا تأثير له فعليا على التقليص من عدد المسافرين، لأنه بكل بساطة في أدنى مستوياته. وينبغي أن نحدد سياق هذا القرار والذي جاء في إطار التراشقات الكلامية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية في فرنسا. إذن هو قرار سياسي محض ولا علاقة له لا بالقانون ولا بالاقتصاد. فرنسا بحاجة لهؤلاء الناس، يعني ولا بحماية كذلك المواطن الفرنسي. وفرنسا بهذا القرار كذلك تنتهك اتفاقية الدولية للهجرة واللجوء، وتنتهك الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالهجرة واللجوء. وللأسف فإن قانون اللجوء والهجرة التي تمت المصادقة عليه عام 2018 قبل سنتين
عن تحدث عن تسهيل إجراءات التأشيرة للطلبة والباحثين الذين يأتون إلى فرنسا، لكن هذا القرار يأتي مناهضا لهذا القانون. لهذا القانون فرنسا الآن تغازل من؟ تغازل الفئة الناخبة لليمين المتطرف، وتريد أن تكسب أصواتهم، لأن كل الحملات الانتخابية التي تدت حتى الآن لا حديث لها إلا على الهجرة، على المهاجرين وعلى الإسلام. نعم. خصوصا. نعم. دكتور كميل ساري، خلفية هذا القرار هي كما قال دكتور فرنسوا خلفيات سياسية متعلقة بالحملة الانتخابية وبالظروف السياسية لفرنسا، ولا علاقة لها أصلا بعدد هؤلاء وإقامتهم غير القانونية، لأن فرنسا بكل بساطة محتاجة لهؤلاء كما يقول دكتور فرنسوا، أم أنه فعلا هناك كمية كبيرة من المقيمين غير القانونيين في فرنسا؟ هناك حديث على احتمال تسفير ربما في حدود بين 4,000 و5,000 تونسي إلى تونس، 7,000 ربما إلى الجزائر، عدد مثله تقريبا إلى المغرب، وبالتالي هناك أعداد لا يمكن حصرها، لا يمكن السيطرة عليها، ولا يمكن الاستفادة منها كدولة فرنسية، وبالتالي لابد أن يغادروا. وقد قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية أنه قرار غير مسبوق لكنه ضروري، يقول. ما تعليقك أنت؟ أولا يجب أن نعلم أن التأشيرات التي منحت للمغاربة أي المغرب الأقصى هي بتراجع بأكثر من 3 مرات، يعني حسب بعض الإحصائيات هبطت من 98,000 تأشيرة إلى 30,000، أي أن فرنسا تتحكم ككل البلدان بعدد التأشيرات، ولا تقول هذه السنة منحنا كذا أو كذا، يعني هذا شيء ساري به العمل. والأرقام التي أعطيت 50% بالنسبة ناقص 50% بالنسبة للجزائر وللمغرب، هل هي يعني تكون مرتبطة بالعدد الأخير؟ العدد الأخير هو في التقلص، لأن هناك جائحة، لأن هناك عديد من العوامل التي جعلت المسافرين لا يسافرون، لأنهم ليس عندهم يعني ما يسمى بجواز السفر الصحي إلى آخره، هناك عوامل متعددة. لماذا الكلام الآن؟ بطبيعة الحال وأنا أشاطر الدكتور فرانسوا، استمعت جيدا لاستجواب إريك زامور الذي تكلم تقريبا ساعتين على قناة فرنسية، فهو الآن أصبح يكتسح الساحة السياسية، وأنا أقول هذا أنا لا أظن أن هناك يعني شيء يسمى بال يعني التلقائي، هذا كله مصطنع، والغرض لأن هناك كانت هناك عديد من الإحصائيات تقول وتصريحات تقول إذا كان هناك بين اختيار في الدور الثاني بين السيد ماكرون والسيدة لوبين، فعديد من الاشتراكيين ومن الشيوعيين ومن اليساريين يقولون أنا لن أصوت على ماكرون ولن أصوت على لوبين، فهذا خطر بالنسبة لماكرون، فهو الآن يود أن يعطي ويبرز بمساعدة صديقه بولوري الذي هو المشرف على قناة سينيوز، فهو يعني يبرز يعني دور كبير لزمور. الآن كل وسائل الإعلام لا تتكلم إلى زمور، ولكن الخطر في كل هذا أن زمور عنده أطروحة، هذه الأطروحة بطبيعة الحال يجب تفنيدها، ولكن هو يقول أن من هنا إلى 50 سنة
عدد المهاجرين ومن أصول أجنبية سيزداد، وأن الفرنسيون من أصل فرنسي سيقل، وسيكون هناك يعني شعب وهو يأتي يعني يتكلم على الأفارقة والعرب، شعب سيحبط وسيدمر شعب آخر أي الفرنسيون من أصل طيب فرنسي. دكتور كميل، هذه أطروحة يعني الآن. نعم. هناك لعبة بطبيعة الحال. ماكرون سيحاول أخذ مبادرات ليوضح أنه يهتم بمشكل الهجرة والمهاجرين. نعم. وهو استجاب لطلب زيمور. دكتور كميل، يجب على الدولة الفرنسية أن تضغط على البلدان. نعم. التي نعم. تصدر الهجرة. نعم دكتور، ابقى معي لو سمحت. دكتور نور الدين، لماذا القرار بتقديرك يخص فقط هذه الدول الثلاث، المغرب تونس والجزائر؟ طبعا المشكل لا يخص فقط الدول الثلاث، كما أنه يعني كمصدر لا يخص فقط فرنسا. لابد أن نتذكر أن في السنوات الأخيرة، بل أقول في العقد السابق كله، في هذا العقد كله، مسألة وموضوع الهجرة والمهاجرين الوافدين من الدول الأجنبية إلى الدول الأوروبية قاطبة وكاملة كان الشغل الشاغل لكل هذه الدول، إن في أوروبا الوسطى، إن في أوروبا الجنوبية، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، هذا الموضوع كان في المقدمة، كلما جاءت انتخابات إلا وموضوع الهجرة والمهاجرين كان الموضوع الأول، حتى في أوروبا الشمالية التي كان موضوع الهجرة فيها أقل يعني تأثيرا على القرارات السياسية، إلا أنها ولاحظنا ذلك في السنوات الأخيرة كان له وزن كبير. نقطة أخرى كذلك دائما في نفس السياق، ألمانيا لاحظنا كيف قبل سنتين أو ثلاث ميركل كان لها مشكل كبير مع وزير داخليتها الذي ضغط عليها أن تتخذ مواقف تجاه الهجرة، والذي دفعها أن تذهب إلى الجزائر مثلا وتلتقي مع يحيى وتلتقي مع بوتفليقة مع كونه مريضا حتى تتفاوض معهم، وقد قبلوا ذلك أن يتم تهجير أكثر من 400 مهاجر غير قانوني جزائريون كانوا موجودون في فرنسا. لكن في نفس الوقت استقبلوا مليون سوري. نعم، في نفس الوقت استقبلوا مليون سوري، ألمانيا استقبلت مليون سوري. أي نعم، كان ذلك يعني وبكل ترحاب وبطريقة لم يسبق لها في دولة من الدول أنها تستقبل مثل هذا العدد من المهاجرين. إلا أن الهدف من وراء ذلك ليس نقول كان مختلف تماما، أن تستقبل عائلات كاملة جاءت هاربة من الموت الذي كان في سوريا يهددها، تلك العائلات، وقد لاحظنا هذا ونراه الآن بعد سنتين وثلاث، الاندماج هؤلاء هذه العائلات في الداخل وتفوق أبناؤها وبناتها في بعض الميادين. هذه الهجرة طبيعتها غير الهجرة الأخرى التي نتكلم عنها، شباب عزل يأتون وحدهم في السن يعني 20 25 26 ولا يأتون يعني بمشروع أن الاندماج في المجتمع والقيام بالعمل في المجتمع، هو هروب، أولئك يعني جاءوا هاربين. إذن هذه المشكلة. طيب. أشاطر الأستاذين السابقين في لما قال أنه سياسي بحت، ولكن سياسي بحت وليس للاستهلاك الإعلامي وليس آني، بل ربما سيكون موضوع في مركز الحديث السياسي في هذه الدول إلى سنوات أخرى مقبلة. الهجرة هي ملف حارق في أوروبا
وليس هناك اتفاق حتى بين الدول الأوروبية. وقع اتفاق على أشياء كثيرة، وكثير من الدول الأوروبية نفسها لم تلتزم في مسألة تقاسم أعداد الوافدين وإلى غير ذلك. دكتور دوروش، فيما يتعلق بأسباب الخوف الفرنسي، البعض يصفها يقول بأنه مبالغ فيها، خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين المغاربيين. لماذا هذا الخوف المبالغ فيه من هؤلاء؟ كما قلت لكم، إن الحملة الانتخابية الرئاسية المبكرة قد بدأت، والخطاب السياسي في هذه الحملة سيكون مصبوغا بصبغة أقصى اليمين إلى اليمين المتطرف، وستكون المواضيع الثلاثة التي كما قلت لكم في القبل أنها هي مواضيع اليمين المتطرف، هي الإسلام والهجرة والأمن، لأنها هي مواضيع يعني تتناسب مع ما يطلبه السياسي الفرنسي عندما يخوض انتخابات. نعرف منذ أكثر تقريبا من سنتين اختار الرئيس ماكرون أن يتخلى عن ناخبيه من اليسار واليسار والوسط، والتركيز على خطاب سياسي يميني بل من أقصى اليمين، وذلك هناك أصبح تحول يميني. الفرنسي لا يخاف من الأجنبي، الفرنسي لا يخاف من المهاجر، ولكن طيب، لكن لما الرئيس الفرنسي أو أي سياسي يخوض الحملة الانتخابية وضمن أوراقه الحديث عن الهجرة، لمن يريد أن يرضي؟ إذا كان الفرنسي المواطن الفرنسي لا يخاف من الهجرة وليس له مشكلة مع المهاجرين، عن رضا من يبحث هؤلاء؟ يخوفون المواطن الفرنسي. المايسترو الذي يفرض نغمات الخطاب السياسي هنا في فرنسا هي إذاعات وتلفزيونات، كما قال ضيفكم الكريم، إذاعة سينيوز مثلا، وتلفزات ومجلات يملكها بعض كبار رجال المال في فرنسا، والذين اختاروا بشكل تلقائي نشر ودعم الخطاب اليميني واليميني المتطرف. هذه الأسباب أيضا جعلت ماكرون يعين السيد درمانا وزير الداخلية، وهو الذي كان بالأمس القريب يصف ماكرون بالخطر الدائم على الجمهورية وعلى قيمها. على من السيد درمانا هو من أصل أجنبي كذلك، وصف خطاب السيدة مارين لوبان المتعصبة بالميع، وأنه يفتقد للشدة اللازمة. وسمعت اليوم صباحا الناطق باسم الجمهورية الفرنسية قال نحن متطرفين في 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 متطرفين في 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 خدمة المواطن الفرنسي. لهذا السبب، وهذا الوزير يقود هو الحملة، كما تعرفون هناك حملة إغلاق مساجد وجمعيات، وأعلن الحرب على ما يسميه جمعيات إسلامية، مستعينا بما من جهة بما يسمح له القانون من إغلاق إداري، ويستفيدون من القانون من هذه الواد الأورجانس يعني حتى يخالفون الجمعيات مخالفات تقنية أو إدارية أو معمارية أو مالية، ولكن أبدا من أجل التعصب الديني. لا يستطيعون أن يغلقوا جمعيات من التعصب الديني. والترسانة القانونية الجديدة تسمح للأسف لهذا القانون أن يطبق من قبل إداريين مثل وزير الداخلية. الآن طبعا هناك دول أخذت المهاجرين مثل ألمانيا، وهذا كان تجربة ناجحة، ولكن في الوقت نفسه هناك دول مثل الأغريس، اليونان كانت قبول المهاجرين كان يعني سيئا جدا. وهنا في فرنسا الفرنسيون التلفزات والمجلات التي يملكها بعض رجال الأعمال هنا في فرنسا تخيف
المواطن الفرنسي وتقول له الإسلام والتطرف والحجاب ولون الخروف الذي سيقتله المسلمون في العيد. هذه أشياء طبعا سافهة، ولكن فقط حتى يأخذون بعض النقاط على المنسوى السياسي. دكتور كميل، لماذا هذا الخوف من الأجنبي؟ والبعض يلاحظ هو موجود الخوف في أوروبا كلها، لكن منسوبه ونسبته في فرنسا أعلى بكثير مقارنة مع دول أخرى. نعم طبعا، يجب أن أذكر أن خلال الانتخابات التشريعية الألمانية، الإسلام والمسلمين والمهاجرين هو شيء كان غائبا في كل الجدال وفي كل يعني النقاش السياسي في ألمانيا، وتركزت المواضيع على الاقتصاد، على المناخ، على قضايا التكوين المهني والعلاقات الدولية. هذا رأيناه، لأن هناك في نظري وعي كبير في ألمانيا أكثر من دول أخرى. الألمانيون اكتشفوا عبر السيدة ميركل، ولكن كان هناك يعني ردود فعل جد سلبية في البداية، ولكن تقبلوا أن الهجرة هو شيء ضروري بالنسبة لألمانيا. ألمانيا بلد تطبعه الشيخوخة، وأنه يحتاج إلى يد عاملة مهاجرة لكي يطور نظامه، نظام التقاعد. في فرنسا المسألة هي مسألة طرح وكذلك وعي. ما هو هذا الوعي؟ هو الوعي البسيط يعني، ووسائل الإعلام شيئا ما تعطي الضوء وتسلط الضوء على هذه الأطروحات، أطروحات تبديل شعب بشعب آخر، أي أن الشعب الفرنسي سيفقد يعني جذوره المسيحية البيضاء وكذلك ثقافته، وسيهيمن عليه بلد آخر، بلدان أو ربما مهاجرون من أصول أخرى. أنا أقول المشكل، وهذا هو جوهر يعني كل الجدال. المشكل هو ليس مشكل المهاجرين، المشكل هو مشكل يعني انهيار الصناعة في فرنسا وتحويلها إلى آسيا. الخطر ليس المهاجر الذي يعني يشتغل في عديد من القطاعات التي لا يود الفرنسيون الاشتغال فيها، المشكل وهو غزو السلع من طرف بلدان أخرى وصعود لقوة آسيوية ربما هي التي ستسحق العالم الغربي بما فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. هذا هو. وأنا أقول أن الآسيويون لا يمكن أن نعيب عليهم أنهم يشتغلوا ويشتغلوا جيدا ويبتكروا. اللوم ليس عليهم، اللوم على السياسيين الليبراليين الذين ضحوا بالصناعات، وهم المسؤولون على البطالة، وهم المسؤولون على كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي توجد في فرنسا وفي كل الدول الأوروبية. هذا هو المشكل الأساسي، وهذا هو الجواب الذي يجب أن يتوجه إلى إيريك زمور وإلى كل من هم يعني يتكلمون على عدو خفي سيهيمن. ماذا؟ القدرة الشرائية للمهاجرين هي ضعيفة، تواجد المهاجرين على صعيد يعني على صعيد الإدارات والسلطة وهي ضئيلة جدا. البرلمان الفرنسي هو متكون 90% من أشخاص يعني ما نسموه الأصل القوقازي أي البويض، وكذلك لنذهب إلى المدارس العليا، لنذهب إلى الإدارات الكبرى.
فليس هناك الوجود الأجنبي هو جد ضئيل، وبالعكس أنه المشكل الهجرة ومشكل الاندماج يأتي من عدم يعني انخراط وتسهيل انخراط من هم عندهم أصول أجنبية في المجتمع الفرنسي. نعم. شتم لاسم محمد وشتم يعني للأصول الأجنبية من طرف إريك زامور، لا سيعمق كل هذه الشروخات. وأنا أخذ مثال وهو النموذج البريطاني، زرت لإدارات بريطانية، هناك مسؤولين من أصول هندية باكستانية عربية ويتواجدون في كل، حتى وزير المالية هو من أصل باكستاني أو هندي، وكذلك حتى وزير الداخلية دكتور، حتى وزير الداخلية اللي صار وزير المالية الآن هو من أصل باكستاني وعمدة لندن كذلك. طيب دكتور، العدو ليس هو الأجنبي صحيح. أو المهاجر أو بل بالعكس الإحصائيات تقول دكتور، هو الكسل، دكتور كميل، وهو الليبرالية. نعم. هذه الإيديولوجية الليبرالية الإحصائيات تقول دكتور يعني كميل أنه الأجنبي حينما يتقلد منصبا أحرص بكثير على القيام به كما يجب والتفاني فيه من ابن البلد الأصلي، إحصائيات هكذا على الأقل في على مستوى بريطانيا. أعود إليك بعد قليل دكتور ليختم معك. دكتور نور الدين، يعني هذا الخطاب ألا يغذي الصدام داخل المجتمع الواحد؟ إذا كان سيؤدي للصدام بين نفس الأفراد الذين يعيشون في مجتمع واحد، فرنسيين وأجانب في نهاية الأمر يعيشون على أرض واحدة، ألا يشكل أصلا خطرا على المجتمع الفرنسي؟ لماذا تقع تذكيته وصب الزيت عليه لمصلحة من الكثير يقول فرنسا لن تستفيد من هذا الصراع ومن هذا الذي قد يتحول إلى صدام؟ وقد رأينا مشاهد، يعني شارلي إبدو وغيرها، رأينا مشاهد لم يكن أحد يرغب في رؤيتها بسبب التطرف في هذه الجهة والتطرف كذلك في الجهات الأخرى. نعم، بدون شك أن هذا الصراع وأن تغذية هذه المواضيع التي هي مواضيع استقطابية و مواضيع تجعل المجتمع في داخله يعني يتصارع في مسائل، ولكن يجب الانتباه إلى أمر. الأخ المتدخل قبل قليل تكلم عن الوعي، أن الشعب الفرنسي أقل وعيا من الشعب الألماني. أنا لا أعتقد ذلك، أن المسألة ليست مسألة وعي، وإنما المسألة مسألة فلسفة، مسألة طموح، مسألة تاريخ، مسألة هوية. أن الهوية الفرنسية، أن الفرنسيين لهم في هذه العقود المتأخرة شكوك وظنون في هويتهم. لا يجب أن ننسى أن فرنسا لقرنين أو يزيد قليلا كانت رائدة العالم الغربي في الأفكار التنويرية، أفكار وفلسفة حقوق الإنسان وما إلى ذلك، واللائكية والحداثة، كل هذه المسائل كان الفرنسيون يعتقدون، ولهم كذلك الحق في جانب كبير، أنهم كانوا رواد العالم فكريا. إلا أن هذه السنوات، هذه الأفكار كلها في انحسار. تصور أن فرنسا مثلا مسألة اللائكية الحديث عنها منذ 30 سنة، دراسات قاموا أنها الموضوع الأكثر تداولا بين المفكرين، الفلاسفة، السياسيين والإعلام بصفة عامة وباختلاف طرقه. إذن والمسألة اللائكية هذه في الشهر القادم أو الذي بعده بالذات، يوم 9 ديسمبر، سيحدث له في أول يوم من تاريخ فرنسا يوما وطنيا للحداثة، للائكية، وسيكون ذلك 9 ديسمبر، وسيكون يوم
يوم وطني. لماذا؟ حتى يستعيد الشعب ويستعيد الفرنسيون ثقة في أنفسهم، في هويتهم، في تاريخهم، لأن هناك مشكل. ولما يكون مثل هذا المشكل في مجتمع لابد، وضيفكم الأول تكلم وذكر الكلمة مرتين أو ثلاث، الخروف، يعني الخروف الفدية، ما يسمى بالبوك إيميسير، لابد. ووجدوا في الإسلام وخاصة ما يسمونه بالإسلام السياسي خروف الفداء، وعلقوا بين ذلك. تصور لما تجتمع بين الأمرين، الجانب الهويتي يعني لاسبي ايدونتيتير، والجانب الأمني والجانب الاقتصادي، خاصة أننا نحن في انحصار اقتصادي. لما كنا في الثلاثينيات التي تسمى لي ترونت غلوريوز، وكان نمو، معدل النمو كبير، والحاجة إلى اليد العاملة كبيرة، وليست هناك بطالة، مرحبا بالمهاجرين ومرحبا بالوافدين أيا كانوا، سواء كانت عندهم كفاءات أو لم تكن لهم كفاءات. ولكن لما ينحسر الاقتصاد ولما النمو يكون يعني ضئيلا، خاصة في السنوات هذه الأخيرة، طبعا ترى أن هناك الفرنسي يخاف أن وظيفة التي يمكن أن تكون له ولحقه يأخذها منه الأجنبي. إذن هناك ثلاث تركيبات: تركيبة هويتية في فرنسا لها يعني جانب كبير، خاصة أقول خاصة أننا لما نضيف الجانب الهويتي لا يبقى فقط اليمين المتطرف ولا حتى اليمين الذي سيمشي في هذا الطريق، وإنما حتى اليسار واليسار المتطرف. إذن نجد الحقل السياسي بجميع تشكيلاته من اليمين المتطرف إلى اليسار المتطرف يتفقون لمحاربة ما يزعمون أو ما يخبر ينبأ لهم أنه خطر على الهوية، خطر على الأمن، وأخيرا خطر على الاقتصاد. دكتور فرانسوا، يعني شكاية وقلق فرنسا من هؤلاء المهاجرين الذين يأتون إليها، خاصة المنطقة المغربية ومن أفريقيا، المستعمرات القديمة لفرنسا، حينما تنظر فيها تجد أن اقتصاديا هذه المستعمرات ضعيفة، سياسيا أضعف، سياسيا قارة الانقلابات تسمى، وفي كثير من الأحيان بدعم فرنسي وراء هؤلاء الانقلابات ودعم للدكتاتوريات الذين لا يعطون أي مساحة للحرية لمواطنيهم، ولكن يجدون دعما من السلطة ومن الدولة الفرنسية. ماذا سيفعل أبناء هذه الدول؟ سيضطرون للهجرة لجوءا إما سياسي أو إنساني، هروبا من تلك الوضعية التي تساهم بشكل ما مباشر أو غير مباشر في كثير من الأحيان فرنسا في صناعتها. لماذا تواصل الدولة الفرنسية أو العقل السياسي الفرنسي دعم هذه الدكتاتوريات ودعم هؤلاء هذه الانقلابات العسكرية التي ستتضرر منها هي في النهاية في شكل قوارب موت تدخل البحر المتوسط لتصل إلى الضفة الشمالية من البحر المتوسط؟ الإنسان الذي يظن أن الدول الأفريقية والدول المغربية هي كلها مستقلة هذا يضحك على نفسه. هناك ما زال ما يسمى الاستعمار الاقتصادي. تصوروا مثلا أن كل أفريقيا، الفرنك الأفريقي، أين من يكيدسيد، من يوق يقيم من يقيمه نعم من يقيمه يقيم تقيمه فرنسا. فرنسا في باريس نقيم الفرنك الفرنك الأفريقي، نعم. ونتحكم باقتصاد أفريقيا، ونتحكم بكل بسياستها. المشكلة أن هناك سياسيون يريدون ماذا يريدون؟ يريدون أن ينتخبون، يريدون أن يعني يساعدوا فرنسا ويعطوها بشكل أو بآخر نتائج هذه البوتان، لا أعرف ما اسمها بالعربية، بهذه الصفقة. فلهذا السبب
هناك نحن نساعد هنا في فرنسا بعض الدول، ونعرف أنها دول ديكتاتورية. تصوروا قبل أشهر السيد ماكرون استقبل من استقبل أكبر ديكتاتور في العالم الآن يسمى السيسي، واستقبله في قصر الإليزي وفي استقبال رسمي، وباع له ماذا؟ باع له غواصات ورافات. الإنسان المصري الآن يموت من الجوع، يريد خبزا، لا يريد غواصات نووية ولا يريد رافال. فلهذا السبب هناك اقتصاد، هناك استعمار اقتصادي، هناك استعمار سياسي، هناك من الذي يفرض هذه السياسة الأفريقية؟ تفرض في فرنسا. وللأسف الشديد هناك بعض الدكتاتوريين الأفريقيين يأخذون هذه الأموال ويأتون يشترون قصورا في باريس. ونحن منظمتنا طاردت بعض هؤلاء السرقة، لأنهم سرقة، يسرقون أموال الإنسان الأفريقي ويأتون يشترون مباني هنا في فرنسا وقصور. لهذا السبب طبعا هناك يعني هذا يتناقض مع مبادئ الجمهورية الفرنسية الخامسة التي بنيت على العدالة، على 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 الحرية، على الأخوة. هذا يتناقض مع أنا أقول أن فرنسا بدأت تفقد هويتها وقيمها التي تأسست عليها. فطبعا علينا أن نساعد الناس الذين يريدون الديمقراطية، يريدون الحرية، يريدون الاستقلال. الاستقلال فقط، ليس فقط الاستقلال السياسي، الاستقلال لماذا الاقتصادي. لماذا تخيف دكتور فرانسوا، لماذا تخيف الديمقراطية في الدول، هذه دول أفريقيا وشمال أفريقيا؟ لماذا تخيف فرنسا؟ لماذا تبحث فرنسا عن دعم المنقلبين عوض أن تبحث عن دعم خيارات الشعوب؟ طبعا لانها اذا 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 الخيارات الشعوب ستكشف هذه المهزلة التي نعيشها منذ قرون وقرون. هذه السرقة، هذه سرقة كل اموال افريقيا تسرق، كل ثروات افريقيا تسرق، تسرق بشكل رسمي وبشكل نظامي. ولكن هذه سرقة. عندما نعطي قيمة للفرنك الأفريقي هنا في فرنسا، ما السبب؟ الأفريقيون ليسهم هم مواطنون من الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة؟ لماذا؟ لا يستطيعون أن يقرروا مصيرهم بنفسهم. فلهذا السبب عندما إذا استفاق الشعب الأفريقي والشعب المغربي والشعب الجزائري والتونسي وهذه الشعوب التي مستعمرة من قبل بعض الدول، طبعا هذه الدول ستخسر، ولن يريدوا أن يفيق بل يريدون أن يبقى المواطن في غيبوبة وفي نوم ومستغلا بهذا الشكل. دكتور فرانسوا ابقى معي ودوليك في سؤال ختامي. دكتور كميل، ما هي أفضل طريقة بتقديرك للحد من هذه الهجرة أو تنظيم هذه الهجرة؟ أليس هناك طرق قانونية يمكن للسلطات الفرنسية أن تعتمدها لتصفية وترتيب أمر هؤلاء المهاجرين حتى غير القانونيين منهم؟ نعم، هناك شيء يعني ربما جواب أول، وهو حول الحملة الانتخابية والديمغوجية والخطاب المعادي للمهاجرين. فهذا ليس له علاقة بالحقيقة وبما يجب فعله من أجل أن تكون هناك هجرة منظمة إلى آخره. أولا لا ننسى أن فرنسا هي دولة استعمرت عديد من البلدان وخصوصا في القارة الإفريقية، وهناك علاقات لغوية إنسانية. الجزائر كانت يعني تعتبر هي يعني منطقة فرنسية، والجزائريون كانوا يأتوا، وهذا كان شيء طبيعي. يجب يعني أن يكون هناك التفكير حول أن الماضي الاستعماري لفرنسا لا يمكن أن نمحيه ونقول هؤلاء لا نعرفهم، من يأتون من إفريقيا ليس لنا أي علاقة بهم. لا، كانت هناك علاقة. هذا الشيء الأول.
الشيء التالي بطبيعة الحال كتبت كتاب حول العوالم الثلاث ما بعد كوفيد 19، وكتاب آخر حول هذه العلاقة الثلاثية بين المشرق العربي وبين الدول الإفريقية والاتحاد الأوروبي. يجب توقيف هذه سياسة النهب الخيرات، ونهب خيرات يعني طبيعية. نعم. حتى فرنسا الآن هي محدودة من هذا الاتجاه، والصين هي التي تتموقع بشكل كبير، أي أنه يجب سياسة أخرى، وهو مساعدة إفريقيا للتصنيع وأن تصبح قارة يعني تصنع، وكذلك تكون عندها اقتصاد نفعي وليس بالاقتصاد الكوبرادوري، وهذا يعطي فرص الشغل للشباب. ولكن يجب أن يكون التكوين، يجب أن يكون تحويل التكنولوجيا، ويجب أن يكون هناك اعتبار أن إفريقيا هي ليس بالقارة التي يجب نهب خيراتها. لكن دكتور كميل، هل ممكن أن يحصل هذا هل ممكن يحصل كل هذا في دول غير ديمقراطية؟ فرنسا لا تشجع على الديمقراطية، وبالتالي لا يمكن أن تنجح أي مقاربة سياسية ولا اقتصادية. نعم، ولكن يجب أن يكون هناك عاملين، العامل الداخلي وهو أن الشعوب الإفريقية ترفض هذه الدكتاتوريات، وكذلك من الناحية الأخرى أن المؤسسات المالية والمؤسسات يعني الاقتصادية العالمية والدول الغربية تكف على مساندة أو مؤازرة كل هؤلاء الدكتاتوريون الذين لما يستولوا على السلطة يحولون الأموال والمساعدات والاستثمارات إلى البنوك، وكذلك إلى شقق، وكذلك إلى جيوبهم. نعم. في بلدان أخرى. كل هذا يجب أن يكون هناك سياسة، وهذا يعني هو شيء يعني أعطيت كل التفاصيل في كتابي. طيب، لكن دكتور كميل، هذا جميل جدا الكلام. دكتور كميل، هذا الكلام جيد والاقتراحات جيدة، هل هناك استعداد فرنسي لفعلها؟ بوادر على الأقل؟ لا، أولا فرنسا ارتكبت خطأ كبير، وهو أن لما كانت ألمانيا تتصنع ويعني تستفيد من الخبرة ومن كذلك من جيرانها أوروبا الشرقية، ويكون تكامل مع هذه الدول، وتصبح ألمانيا هي القوة الأولى اقتصاديا، فرنسا لم تعتمد على سياسات تعاونية مع إفريقيا. هذا شكرا هو لك. المشكلة الأساسية. شكرا دكتور كميل الساري، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة سوربون، كنت معي من باريس. دكتور نور الدين أوساط، يعني هل يمكن القول أن الدعم الفرنسي، السلطة الفرنسية، الدولة الفرنسية لهذه الدكتاتوريات، الانقلابات العسكرية في هذه المنطقة التي تدفع بالمواطنين دفعا إلى الهجرة غير حتى النظامية، هل يمكن أن نقول أنه فعلا فرنسا اليوم تعاني من ظاهرة هي ساهمت في صنعها؟ نعم صحيح، فرنسا هي كذلك الآن في وجه أمر، هؤلاء هي شاركت إن بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، بوعي أو بغير وعي، على سببه. الجزائر لو كان فيها، نعطيكم مثال فقط يعني مؤشر يعني فعلي ومحسوس وملموس، في بداية الحراك في الجزائر في سنة 2019 ومقارنة بالسنة التي قبلها، هؤلاء المهاجرين الذين نسميهم الحراقة تقلصت بشكل كبير، حتى لا أقول انقطعت، بل انقطعت تماما مدة شهور.
وهذه الهجرة لم تكن. لماذا؟ لأن الناس لا شك الذي تغير هو أنه كان لهم أمل في أن تتغير الأمور في البلد، عوض أن تبقى هذه الأوليغارشية التي استولت على خيرات البلاد وفوائد البلاد لصالحها ولصالح زبائنها، كانوا يتمنون أن هذا الحراك سيأتي بنتيجة. وهذه الشهور، خاصة هذه الأسابيع الأخيرة بعد الأزمات التي عاشتها الجزائر مثلا، عادت هذه الهجرة بشكل رهيب، أقول بشكل رهيب ومرعب، حتى أن في الثلاثة أيام الأخيرة اكتشفنا أن فيها من بين هؤلاء المهاجرين نساء حوامل ونساء مع أبناء رضع وصبيان صغار. نعم. وهذا لماذا؟ واضح. لأن الناس لم يعودوا يأملون شيئا في هذا النظام الذي لا يريد أن يتفتح وأن يترك مجالا للشعب. نعم. وضحت الصورة دكتور نور الدين نوسات المحامي والناشط الحقوقي، كنت معي من باريس، شكرا جزيلا وبارك الله فيك على الوقت. ينضم إلي كذلك من باريس أستاذ مازن فقيه المحامي والناشط الحقوقي. مرحبا بك أستاذ مازن وشكرا للالتحاق بنا. أعود إليك بعد دقائق معدودة لأختم قبل كل شيء مع الدكتور فرانسوا ديروش. فرانسوا، يعني برأيك ما الذي يجب أن يتغير في السياسة الفرنسية حتى تصبح أكثر دعنا نقول واقعية؟ لأنك أنت أشرت أن كل هذا الكلام الذي يقال الآن هو فقط مؤقت، حملة انتخابية، وكثير منه لن ينجز، لا يمكن إنجازه على أرض الواقع لأنه يفتقد لشروط الإنجاز. يعني ما الذي يجب أن يتغير في العقل السياسي لدى السياسيين في فرنسا حتى تصبح اقتراحاتهم، سياساتهم، برامجهم فعلا واقعية؟ يجب أول شيء أن تجد هويتها فرنسا وقيمها التي تأسست عليها الجمهورية الخامسة. فرنسا هي دولة عظيمة، دولة كبيرة، دولة تدافع عن حقوق الإنسان. القانون الفرنسي قانون يحترم كل الناس، هناك مساواة بين كل المواطنين. هناك فرنسا عندما تكافح من أجل الحرية، من أجل العدالة، من أجل الأخوة، من أجل العيش المشترك، فرنسا تتقدم في العالم. فرنسا عندما تدافع عن حقوق الإنسان في العالم، فرنسا نفتخر بها. فرنسا عندما تتكلم عن الإسلام والمسلمين بهذا الشكل المهزل، طبعا أنا أخجل بسبب بأني فرنسي بهذا الشيء، ولكن أنا متأكد أن أساس الحكومة الفرنسية هو أساس قوي ولا يمكن أن يتحرك بهذه الكلمات السياسية التي لا قيمة لها. نعم، شكرا لك دكتور فرانسوا ديروش الرئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود، كنت معي من باريس، شكرا جزيلا لك. أستاذ مازن فقيه، واضح أن الموضوع عملية منع التأشيرات أو التقليل أو الحد من التأشيرات 50% للفرنس للمغاربة والجزائريين و 30% للتونسيين، أنه قرار أعلن في ظروف انتخابية كما كان يتحدث ضيوفنا قبل قليل. هل هذا القرار فعلا له علاقة بالانتخابات؟ أم أنه فعلا فرنسا ذاقت ضرعا بالمهاجرين غير النظاميين غير القانونيين، خاصة مع ازدياد عدد ما يسمونه بالحراقة أو الذين يهاجرون عبر قوارب الموت، وبالتالي تتخذ هذا القرار للحد من قدوم هؤلاء في كذلك ذات الوقت هناك عدم تعامل، هكذا تقول الدولة الفرنسية أو الناطق باسم الحكومة، ليس هناك تعاون مع هذه الدول في استعادة رعاياها غير القانونيين، ولذلك قال المتحدث باسم الحكومة اتخذنا هذا القرار غير المسبوق لكنه ضروري بالنسبة لفرنسا. ما رأيك؟ إذا تحدثنا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وما يتولد عنا من ضغوطات على مستوى جميع الصعد، نستطيع القول أن فرنسا قد تكون يعني قد ضاقت زرعا بما تولده الهجرة الغير شرعية من ضغوطات اجتماعية وعلى الخدمات
وعن الخدمات الصحية والسكنية وما إلى ذلك. أما من الناحية الأمنية فهي أكيد طبعا يعني من ناحية المصالح الأمنية والخوف على النظام العام الفرنسي هو أكثر ما يقلقها، هو هذا الأكثر الهم الأكبر للحكومة الفرنسية. هل هذا فعلا صحيح؟ هذا التصريح هو الصحيح؟ لا نعرف. الأرجح هو أن يكون يعني هذه السياسة، التصريح الذي يقولونه هو تصريح انتخابي. بكل الأحوال يعني أصلا فرنسا ليست بحاجة أن تعلن بشكل صريح أنها ستخفض أعداد التأشيرات لهذه الدول أو ذاك بسبب أنها ضاقت ذرعا بهذا. أصلا بكل الأحوال يعني إذا كانت فرنسا فعلا ضاقت ذرعا بالهجرة الغير شرعية، ليست تونس والجزائر والمغرب المصدر الوحيد للهجرة غير الشرعية، هناك دول هي مصدر هجرة غير شرعية أكثر بكثير من مواطني هؤلاء الدول. يعني دول فرنسا ودول الجزائر والمغرب وتونس عندهم اتفاقيات ثنائية ولا سيما يعني من ناحية العمل، يعني تشجع على قدوم نعم أصحاب الدبلومات والمهندسين والأطباء، عامل كفاءات تسهيلات نعم كتير، عامل تسهيلات كتير للمواطنين التونسيين. في حتى استثناءات على قانون الأجانب، في استثناءات لصالح مواطنين الدول الثلاث. يعني نعم ما فينا نعرف، أو أكثر كلام سياسي وانتخابي. أي طيب، لكن هل ما ضرر الذي سيلحقه؟ لأنه إذا كانوا كلام انتخابي أستاذ مازن، بعد ما تمر الحملة الانتخابية وينتصر ماكرون على سبيل المثال لأنه صاحب المشروع، لن يلتزم بهذه الوعود يعني أمام ناخبيه، لن يلتزم لأنه كلام فقط للاستهلاك الإعلامي وللتوظيف الانتخابي. أليس في هذا خطر نفسه على ماكرون وعلى حزبه وعلى مستقبله السياسي؟ خطاب ماكرون بهذا الصدد هو بعالم وما تقوم به السفارات وزارة الداخلية وسياستها على صعيد المنح الإقامات الفيزا هو عالم آخر. يعني كلام ماكرون بعد الانتخابات سينسى، وستستمر وزارة الداخلية الفرنسية والمحافظات الفرنسية والسفارات بانتهاج السياسة نفسها من ناحية ال طيب، لكن أنت تعرف أستاذ مازن أن وزير الداخلية الفرنسي الآن هو أحد السياسيين المتطرفين يعني، والذي قد يناسبه كثيرا مثل هذا القرار ومثل هذه الإجراءات يعني. يعني مش كتير بيناسبه، لأنه ثمة حدود. يعني لا يجب أن ننسى أن فرنسا جزء لا يتجزأ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص المادة منه المادة التي تحت التي تصون المادة الثامنة منه على صون الحياة الفردية والعائلية للشخص، وخاصة أن دول الجزائر والمغرب وتونس يعني مواطنيها عندهم كتير روابط عائلية بفرنسا وروابط اقتصادية. فلا شك أن يعني المبالغة في انتهاج هذه السياسة ستلحق ضرر بصورة فرنسا كعضو بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ستخلق أزمة على صعيد المواطنين الفرنسيين من أصل مغاربية، حيخلق كتير مشاكل. فلا أعتقد أن فرنسا ستنتهج يعني سياسة كتير صارخة بالموضوع. أنا بعتقد أنه يعني الخطاب سيعاد تكراره، بس ستبقى السياسة الفرنسية هي شأنها، ولا سيما بطالبي اللجوء، عفوا طالبي التأشيرات السياحية اللي عنده روابط عائلية بفرنسا. هلا قد يكون يعني هلا هي يعني حكيوا عن تشدد وليس رفض منح، تشدد يعني عدم تساهل. يعني إذا واحد جاي على فرنسا لا عنده مثلا، ما عنده يعني مدخول كبير في بلده، ما عنده وظيفة مهمة في بلده تضمن عودته، هون حيكونوا متشددين. بس القوانين والأنظمة الأوروبية والفرنسية تمنع رفض التأشيرة بشكل
تعسفي. شكرا لك أستاذ مازن فقيه المحامي والناشط الحقوقي، كنت معي من باريس على المشاركة والإفادة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنستكمل الجزء الثاني من المشهد والمتعلق بتطورات المشهد السياسي في تونس. تفضلوا بالبقاء معنا.